رح نجيب الباذنجانة من المايكروويف، وعلى طول انتبهوا مشاهدينا انه كل شيء بيطلع من المايكروويف كثير سخن بنحطه على جنب، ونحن عاوزينها اصلا مسقعه، لذلك انا محضره وحده ورح نحطها هون لانه بدنا اياها عن جد كثير مسقعه، عم نعمل سلطه فمش مفروض ناخذ شيء سخن، وهيدي بدها وقت حتى تبرد. رح نشيل المعكرونه، بعرف انه كل مره بعمل معكرونه برجع بزيد هذا الشيء، بس بعد طول بقول بركي ما حدا سمع، ما تحطوا لا زيت ولا شيء ولا شيء انتم عم تسلقوا المعكرونه، وحتى لو عجنت على بعض تفتحوا مي بتعملوا هيك بايدكم وبترجع كل حبه بتبعد عن الثانيه، ما في مشكل ابدا من هالناحيه. وهون حطيناه هون هاي المعكرونه، وهلا بدي ازيد ملعقتين طعام من القهوه السريعه، اثنين هيدي شوي، كتير كتير طيب هيدا المافن، طعمته عن جد ممتازة، بدنا ندوبهم هون. هلا اصلا فينا نزيد كمان حتى شوية مي فترة، شي ربع كوب نحطهم معهم، وكمان هلا بدوبه، وكمان بدنا نزيد لبن عليهم على القد، خلطهم ومننزل هلا الطحين، بس تحطوا الطحين ما بدكم كتير كتير تخلطون، يعني مش انه بالايد بهيدا بالزيادة، في ناس ما بيحبوا انه القهوة تقرقش تحت اسنانهم، فيكم ساعتها تذوبوها بالمي على جنب وترجعوا تزينوها على الخلطة. وهلا بتزيدوا شوية زيت، انجأ ربع كوب، وهيدي الخلطتنا صارت حاضرة، أكثر من هيك ما بدها. هلا اللي بتعملوه بتجيبوا صينية تبع المفن بتحطوها وبتنزلوا المفن، اوراق المفن بالجيوب المخصصة، وبنبلش هلا ننزل. انا هون فينا نستعمل هاي، هي زيتها هيك بيكون العيار موحد. وهلا مشاهدينا انا وعم بعبيهم رح نروح سوا نشوف مقابله عملتها مع الدكتور نبيل كنعان يلي هو اختصاصي بطب العائله، والسؤال رح نساله اياه عن اهميه الوقايه من التسمم من الطعام.